مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم بتشاهدوا الحلقة عنا عبر الام تي في. وحبيت بالبداية ان اقول الام تي في لما اطلقت شعار الام تي في لألكن، الام تي في مش لحدا، هي لألكن، ما كان شعار، كان واقع، كانت حقيقة بعدة محطات ومفاصل بحياتنا اللبنانية اليومية. التليتون يلي انعمل بالأمس ما كان أول تليتون بتاريخ الام تي في، يعني الام تي في كانت دايما حاضرة مع الناس وين ما كانوا، حتى مع المرضى على صعيد شخصي كان في تليفونات، كان في تليتون، لنقول انه الام تي في موجودة دايما لإلكن ومعكن وإلكن. وأنا بفتخر كتير كون أنه من ضمن أسرة الام تي في. بشكر مسيو ميشيل المر طبعا يلي اعتبر أنه منه شعار يلي أطلقه بقدر ما هو حقيقة. وبدي أقول لكل المشاهدين يلي مبارح تواصلوا معنا ويلي عم يتواصلوا معنا كل يوم، اللي قالوا لنا نحن بنحضر الام تي في ونحن بنحب الام تي في، نحن كمان بنحبكم، نحن بنقلكم اهم شيء ابقوا ببيوتكم ونحن حاضرين نوصل صوتكم ونوصل اي شيء بنقدر عليه حتى نكون نحن عم نتساعد مع بعضنا. من هيك انا بدي حيي كل يلي ساهم امبارح بالاتصال او بالعمل او بالتطوع حتى نقول بالفعل هيدي مرحله بدنا نتعاضد كلنا مع بعضنا. وشاشه الام تي في هي شاشتكم، ما توفرونا لانه نحن دائما رح نبقى احدكم. حتى اذا بدي اعطي شويه امور هيك، لاحظنا امبارح بالساعه وربع يلي تلقيت فيها الاتصالات مع كتار من الزملاء يلي كانوا على كل النهار، لاحظت انه في ناس اول ما كانت عم تتصل عم بتقول نحن حابين نتبرع بس هالمرة نحن بدو مين يتبرع لنا. في كتير من الناس اللي كانت هي بالفعل بمحطات معينة تتبرع، اليوم كلنا منعرف كتار ترك شغله، كتار ما عم بيروح على شغله، كتار ما بقى عندهم مورد يعني حتى يقدروا يعيشوا، كتار بدهم حق دواء. شوفريت التاكسي أكتر شيء اللي حكيونا مبارح عائلاتهم إنه ما عم يشتغلوا على سياراتهم وإمكاناتهم كتير محدودة. في كتير مرضى بالمستشفيات مش قادرين يكملوا الفاتورة. عنا حالات كتيرة وكبيرة، المجهود بده يكون كتير كبير، التبرع مرات من فلس الأرملة ولكن بيجمع. بدي أقول للكل أهم شيء بقي ببيتك، ما تخاف رح نساعدك. وكل إنسان اليوم عم يرجع لإنسانيته، وهيدا الشيء كتير مهم مع وباء الكورونا يلي اليوم شاغل العالم كله مش بس لبنان. فأنا بدي أقول شكرا لكل من تبرع، شكرا يلي ما تبرع، وشكرا كمان يلي عنده ثقة بالأم تي في ويلي اتصل فينا ويلي منتظر كمان نحن نمدله يد المساعدة. وإذا بعد في ناس حابة تتبرع أكيد نحن حاضرين. وبالوقت ذاته أهم شيء الانتباه، بقوا ببيوتكم، تابعوا كل التعليمات، كل البلديات واتحاد البلديات والقائم مقامين، ما في حدا ما عم يعمل خطط اليوم ليكون إلى جانب ناسه. وكان في شغلة هيك بحب أقولها بين هلالين، المتن مبارح كان غائب، ما بعرف ليه أهالي المتن غايبين عن التبرعات. من هيك كتير تلقيت اتصالات اليوم أنه ما حدا فكر بمستشفى دهر الباشق، ما حدا فكر ب 25 ضيعة بالمتن ما عندهم بلدية، ما حدا فكر بدير الصليب وهالجمعية اللي عم بتقدمه. يعني عنا كتير حاجات زادت، ولكن ما بدنا نفقد أمل أبدا أبدا. برجع بقول بقوا ببيوتكم، نحن معكم وحدكم. معلومة من أسبوعين كل الأنظار تتجه إلى لقاحات جديدة لوباء الكورونا. بالويك أند كتير تداولوا اسم البروفيسور راول ديدي، يلي هالبروفيسور يلي بمارسي، يلي هو جرب دواء على 24 مصاب بالكورونا فايد 19 ويلي نجح. ولكن اليوم بدنا نعرف بعد هالأسبوعين وبعد هالتجربة يلي نجحت على 24 مصاب بالمستشفى، قدي ممكن هذا اللقاح أو هذا الدواء اللي موجود ومتوفر يكون طبعا يكون كعلاج يعني للكورونا فيتا. وبالوقت يلي نحن أطلق عبر الحل عنا لأول مرة يعني أعطينا المعلومة وقلنا الحل من عنا، وإن شاء الله معي على الخط مباشرة الدكتور بعلم الجراثيم، الباحث بعلم الجراثيم دكتور سامر صقر، يعطيك العافية.
صباح الخير مدام أبو ناضر. تنين الماضي كانت البشرة أنه دكتور راول ديدي من لابوراتوار بمارسي، ما نحن عم نحط صورته على الشاشة والمعلومات، حضرتك يلي قلت أنه عنا أمل كتير بيلي توصل له، ومبارح كل الناس يلي تابعت على الفيسبوك هذا النبأ متأملة. أنا بدي أعرف من حضرتك لأنه عم تتواصل مباشرة معهم، شو بتقول، شو بتطمن، أي متى فينا نقول أنه صار عنا بالفعل لقاح أو دواء لوباء الكورونا فيدا؟ مدام أبو ناضر، لأقدر جاوبك حأتناول الموضوع بشقين، شق النتائج العلمية وشق شو ناطرنا ما بعد النتائج العلمية. يعني نحن اليوم بهالعشر أيام المقبلة لآخر أدار وأوائل نيسان، شو بتتوقع، شو تحليلك، أنت عم بتتابع كمان الحالات بلبنان؟ يب، بداية بالموضوع العلمي، لما نقول موضوع علمي يعني النتائج ثبتت ونشرت بمجلة علمية، حقلك اسمها International Journal of Antimicrobial Agents. هذا البحث والنتائج نشرها ديدييه راول ب 17 الشهر، بيقول فيها انه في 27 حالة، منهم 22 عندهم التهاب من وراء الكوفيد 19 بالجهاز التنفسي الأعلى، يعني الجياب الأنفية، المنخار، الزلعين، وستة منهم كان عندهم التهاب الكوفيد 19 واصل للرواية، عاملين التهاب رئوي. عطاهم 2 دروكس، الكلوروكاين والأزيترومايسين. هلأ مرة الماضية إذا بتتذكري ما سمحت لحالي أحكي عن أسامي الدواء لأنه لم ينشر بعد كان، وحتى وزارة الصحة بلبنان طلبت من كل صيادري والمستوردين اللي عندهم هالدوايين ما يوصفون إلا وصف الطبيب. نعم وصلنا. نعم. فاليوم عم بحكي عن هذا الموضوع بالأسماء الأدوية. من بعد خمس أيام أكدت الفحوصات اللي نشرت أنه صاروا هالمرضى خاليين من الفيروس اللي مسبب الكوفيد 19. بوقت ذاته 26 مريض ما تناولوا هيدا العلاج، 90% منهم من بعد 5 ايام كان بعدهم حاملين هيدا الفيروس. هلا هيدي النتائج ما بتسمح لليوم بالوقت اللي انا عم بحكي معك، ما بتسمح انه هيدا العلاج يتبع، ما في موافقه انه يتبع، موافقه من الاف دي اي، من منظمه الصحه العالميه. صحيح، حتى لو أحد المسؤولين السياسيين النافذين طلع وقال إنه إجت الموافقة، لا، إذا منطلع على الويب سايت تبع الـ FDA ما في موافقة، لأنه هيدا يعتمد كعلاج للكوفيد 19 لسبب واحد، ناطرين إنه هيدا الدراسة اللي ثبتت علميا تأكد نتائجها بعدد أعلى من المصابين. هلأ نحن بنعرف بالحالات العامة بدنا 1000، ولكن بإبيدمي أو وباء وبإرجنت، يعني إحنا هلأ بهذه شغلة طوارئ، ممكن اعتماد رقم أقل؟ أنا تحليلي الشخصي أنه ما حيكون في شيء محل وسطي. نعم. لا نكتفي بالدراسة اللي عملها ديدييه راول، وهو أنا بعرف أنه هلأ نكمل بدراسة على عدد مصابين أكبر، ولا بظن الوضع بيسمح أنه ننتظر الألفات من المرضى ونأكد النتائج ونشوف العوارض الجانبية، لأنه هو كبروسيسوس بده مرات، كآلية طبعا بده مرات أشهر وسنين وتقارير، ومرات توصل للألف صفحة. نعم. توصل للأف دي اي تدرسها. بظن الوضع عالميا ما بيسمح لهيك. برأيي المتواضع في شي محل بالنص بين دراسة ديدييه راول وتكمل على أعداد أكبر، بس ما ضروري يمكن نوصل بالآلية يلي بالإجمال تتبع. بس هل نحن فينا نتأمل؟ ايه، نحن بالدراسات اللي وجدت فينا نتأمل. هل فينا نطمن؟ لا، ما منطمن إلا من وراء تدابير الوقاية اللي يجب أن تتبع. وهون نداء خاص لكل رجل علم، لكل طبيب بلبنان، نتوخى الحذر كرمال لأنه المجتمع صار عنده شغف ليتناول الحل. أول ما صدر اسم هودي الدوايين الناس تهافتت على الصيدليات. كتير مهم أنه هودي الدوايين نعرف
بعد ما اجى الابروفل الموافقه ليعتمدوا للكوفيد 19 عندهم عوارض جانبيه مهمه من ضمنها بنوطي جهاز المناعه ومن ضمنها كمان مشاكل بالكلى، فهودي ما بيتاخذوا الا ضمن نطاق المستشفى تحت اشراف فريق طبي. كثير مهم ننتبه على هذا الموضوع. نعم، اليوم لبنانيا نحن هلا يعني شو بتتوقع مع الاسبوعين المقبلين لنهايه الشهر لاوائل نيسان؟ انا عندي هون تحليل شخصي. نعم. نحن صار عندنا باربع محلات للاسف كلفونا غالي من ناحيه الاصابات. اول حاله صارت هي فكره السكي بوقت اللي كان الفيروس بلش ينتشر بلبنان، السوبر ماركت الثاني والسوبر ماركت الثاني والبيكنيك على بعض الانهر، واخر وضع كان على الكورنيش بيروت. نعم. هودي اخرونا شوي. نحن من نهار التنين الماضي في التزام بنسبه اعلى، اذا هيدا الالتزام اكثر. نعم، اذا هيدا الالتزام كمل وحفز ليزيد، انا برايي ارقام الاصابات هلا حتعلى لاخر هيدا الشهر حكم الاربع حالات اللي ذكرناهم اللي كان عنوانهم عدم الالتزام، حتعلى الارقام لاخر الشهر، واذا بقي الالتزام ساري محفز ومطبق من اول وثاني اسبوع من شهر الجاي ان شاء الله ارقام الاصابات يوميا تنزل. هيدا كله بيعود لحس المسؤولية عند كل واحد منا. من هيك نحن بنقول للناس بقوا بالبيت حتى تقدروا تظهروا بأمان مستقبلا. بعد عندي معلومة إذا وقتك. نعم. بيسمح بخصوص اللقاح. نعم. بخصوص اللقاح في 14 شركة تصنيع أدوية مهتمة باللقاح. نعم. في اثنين منهم هن الأكثر تقدما، وصلوا للمرحلة الثانية من تطوير اللقاح. تطوير اللقاح بيتطلب ثلاث مراحل. نعم. في اثنين حسميهم، شركة موديرنا شركة أمريكانية وصلت للمرحلة الثانية من اللقاح يلي هي تجربة اللقاح على أصحاء، على ناس صحتهم منيحة، وشركة صينية اسمها كانسينو بيولوجيكس كمان وصلت للمرحلة الثانية من تطوير اللقاح. أنا برأيي كمان حينعمل مجهود من المنظمة الصحة العالمية بأنه نختصر الطريق بين الآلية الطبيعية والآلية اللي بتفرضها الحالة الآنية بموضوع الكوفيد 19. يعني إذا بدي لخص مدام أبو ناظر، من خلال الأبحاث للعلاج وأبحاث الفاكسين في تقدم كتير مهم، بس هل هيدا بيقول وصلنا للحل؟ لا، نحن هلا بالحل عنا. برأيي بيبقى الحل متسائلين لأنه عم بيصير في أبحاث عم توصل لنتائج باللقاح وبالعلاج، وبيبقى الأساس نساعد العلم بأنه نلتزم تدابير الوقاية وندلنا بالبيوت إذا ما عنا شيء طارئ. شكرا لك دكتور سامر صقر. متابعة بمتابعتنا لليوم، أولا بحب أقول أنه في كتير بلديات عزلت المناطق ومداخلها وأخذت إجراءات، وهذه تعتبر إجراءات وبلديات نموذجية وجدية إذا بدي سميها هي كتيرة، وبتمنى على سكان هالبلدات منهم بسكنتا اللي أنا بحيي بلديتها كمان إنه نلتزموا قد ما فينا نلتزم. اليوم عزل المناطق منه عيب، إنما هو وقاية أكتر، خصوصا إنه لهلأ الحمد لله بهذه البلدات والقرى والمدن ما تسجل كتير حالات، وبالمطارح ما تسجل أبدا حالات، وهذا شيء مشجع جدا. طبعا مثل ما كنت عم بحكي بالبداية الحاجات كتيرة، والناس اللي قاعدة بلا شغل طبعا اليوم ما عندها بإيديها مال وعندها احتياجات، إن كان مأكولات إن كان دواء إن كان غيره. كمان بقدر أقول أنه حيي كاريتاس لبنان يلي معي على الخط مباشرة، المديرة العامة لكاريتاس ريتا رحيم، يعطيك العافية. مرسي، الله يعافيكم.
كاريتاس مش بالأزمات بس، كاريتاس يوميا على 365 يوم، فكيف اليوم أنتوا بحملة كنتوا حملة الصومية اللي تعودناها سنويا، ولكن السنة كانت مميزة وفاعلة إن شاء الله لأنه الطلبات أكثر. إذا بدي أقول بدأت مع الأمور المعيشية الضاغطة، فأجت مع الكورونا والناس المضطرين يكونوا ببيوتهم مش فاتحين أشغالهم ولا عم يشتغلوا ولا عم بيسترزقوا. اليوم كاريتاس كيف عم تتعامل مع هالواقع من خلال مراكزها بلبنان؟ مثل ما حضرتك قلت مدام، نحن 365 نهار بالسنة، وخاصة إذا في أزمات وطوارئ مثل هالأزمة يلي هلأ منقطع فيها. نحن بلشت المساعدات من وقت الأزمة الاقتصادية وأكيد مكافيين هلأ، ولكن حاليا غيرنا طريقة المساعدة لحتى نتماشى ونلتزم بالتدابير وزارة الصحة والتدابير يلي عم تاخذها الدولة اللبنانية. نعم. يعني نحن مطبخنا يلي كانت تفتح كل يوم لحتى تقدم وجبات غذائية مجانية للأشخاص، هلأ أكيد سكرناهم، ولكن نحن عم نقصدهم ببيوتهم، نحن عم نروح عند الأشخاص حتى نأمنهم الحصة الغذائية. مراكزنا الصحية عم تفتح، أخذين كل التدابير والحيطة اللازمة، عم نفتح لحتى نساعد الأشخاص اللي هن بحاجة لمساعدة صحية. بالإضافة إلى أنه غيرنا بطبيعة الخدمات، يعني نحن هلأ صار عنا الخط الساخن للدعم النفسي كمان إذا الأشخاص هن بحاجة. العيادات النقالية اللي كانت عم تبرم هلأ وقفت، طريقة شغلة عم تتغير، وبالتالي عم ننسق مع البلديات لحتى نضل قادرين نوقف حد كل شخص هو بحاجة لمساعدة. مدام ريتا، يا ريت بتعطيني الأرقام الخطوط الساخنة، رح نحطها على الشاشة نحن حتى الناس يحفظوها، يعني أكيد رح نحطها على الشاشة هلأ وبتمنى ياخدوها. الشغلة الثانية، اليوم زادت الحالات، بعرف في حالات مسجلة مسبقا من خلال المراكز اللي هي عندها مسح ويلي عم تستقبل، اليوم زادت أكتر، فاسحين مجال أكتر، كيف الناس بتتواصل معكم يلي هي بالفعل بحاجة لوجبة غذائية أو لدواء أو لهالخدمات الطارئة يلي اليوم عم تعتمدوها؟ نحن أكيد في عنا إحصاء كامل للأشخاص اللي هم كانوا يلتجئوا لكاريتاس، ولكن مثل ما حضرتك حضرت وقلت ببداية الحديث مضبوط، مش بس زادوا الأشخاص اللي كانت تدعم كاريتاس وتوقف حد كاريتاس، هلأ صاروا الأشخاص اللي هم بحاجة لحتى نحن نساعدهم. نحن عم نتلقى فوق 1500، كنا من جمعة عم نتلقى فوق 1500 اتصال بالنهار، هلأ عم توصل اتصالات ل 3000 اتصال بالنهار، أشخاص بحاجة عم يطلبوا حصص غذائية. من هون كنا بحملتنا هلأ هي لإطلاق الحملة لحتى نجمع أكبر عدد ممكن من المساعدات والحصص الغذائية، لأنه بالنهاية قد ما نكون ككاريتاس عند القدرة للاستيعاب عدد الأشخاص اللي بحاجة، ولكن هلأ تفوق قدرة الاستيعاب. في أشخاص عم بتلفن ما كانت تلفن قبل، في أشخاص جديدة عم نتعرف عليها، في ناس عم نكتشف قاعدة ببيوتها صار لجمعة ما حدا راح لعندهم ما حدا دق بيهم. يعني هيدي الفئة اللي نحن بنشتغل كتير عليها، يعني أنا عم بذكر بالهوت لاين، يعني عم نحطه على الشاشة 011119، أنا عم بقريها على الشاشة وبعيدة عني. عندنا الهوت لاين يلي فيني يتصلوا عليه أكن للتبرع أو ليحصلوا على مساعدة هو 8111100 7 6 1 1 7 7 7 2. هن هالرقمين يلي فيهم يتواصلوا معنا لحتى إما للتبرع أو لا يحصلوا على مساعدة. نحن حملتنا هلأ يمكن مثل ما حضرتك قلتي بزمن الصوم هي حملة كاريتاس، كنا أخذين شعارنا زيد رصيدك بالمحبة، لأنه بالفترة يلي أطلقنا فيها الشعار كنا وبعدنا بالأزمة الاقتصادية والعالم ما كانت قادرة تحصل أو تستعمل رصيدة بالبنك. نحن حملتنا لنذكر أنه في رصيد تاني، هيدا الرصيد يلي لازم وكلنا كل يوم نتذكره يلي هو رصيد المحبة، ونحن أكيد هيدا رصيد المحبة والإنسانية اللي بتجمع ويلي جامع الكل اليوم، لأنه كلنا بمركب واحد. فأنا بدي أشكرك مدام ريتا رحيم، كل الناس اللي عم بتخاطر معكم كمان حتى توصل للناس وهي ببيوتها وما تتنقل، حتى نحافظ على سلامتها وصحتها. يعطيكم ألف عافية والله يحميكم كمان. شكرا لإلك. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا عبر الام تي في، اتصالاتكم على 0444444. بدي اقول انه من يومين غرد وزير الشؤون الاجتماعية دكتور رمزي مشرفية وقال انه
وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدات الاجتماعية اللي بدأ العمل عليها بالحكومة منذ أسبوع ستكون في غضون أيام قليلة قيد التوزيع على المواطنين المحتاجين بالتعاون مع الوزارات المعنية والجيش اللبناني والبلديات وبالتنسيق مع يعني في دور كتير كبير اليوم للبلديات للقائم مقامين يلي هن متوليين القرى والبلدات مع المخاتير يلي ما فيها بلديات. بياخد أول اتصال لليوم. ألو ألو ما في نقطع الاتصال بعتذر بس اضطريت اقول هالمعلومه لانه اليوم اذا الدوله اللبنانيه ما امنت مبلغ من المال مثل ما انطرح بالام تي في مستر شارل عربيد عم بيقول 75 مليون ليره للاسر يلي اليوم تحولت لاسر بحاجه لانه ما في مورد بقى رزق لها. مفروض الدوله اللبنانيه اليوم اسوه بكل دول العالم انها تكون الى جانب شعبها لانه لما بنقول للناس الزموا بيوتكم مجبوره الدوله ان هي تامن لهم معيشتهم وكرامتهم بالنتيجه. هيدا بعرف نحن واقعنا المالي والخزينة وكله كلنا بنعرفه بس نحنا 6 ملايين نسمة بهالبلد بيعتقد عنا طاقات كتير والدليل كل الناس اللي حاولت مبارح واتصلت فينا واتصل الام تي في وكان في تبرعات ب50,000 وب5,000 ب5,000 لا 30,000 و50,000 للالاف يعني من هيك منقول فلس القلم اللي بيجمع. وعلى الدولة اليوم قبل بكرة نشوف شو الخطة اللي بدها تعملها لهؤلاء الناس حتى نقدر نطلع كلنا من هالأزمة وإن شاء الله كمان نلتزم بيوتنا برجع بقول حتى نقطع هالمرحلة. بياخد اتصال إذا صار فيه بذكر على 04-444-444 وكل الاتصالات اليوم يلي عم بتكون إجمالاً عم بتكون طلب مساعدة للحقيقة يعني اليوم الأولويات صارت طلب مساعدة. في كتير ناس موجودين بالمستشفيات ما قادرين يكملوا فواتير الاستشفى تبعهم في ناس عندهم علاجات لمرضى سرطان كمان مش قادرين يكملوا الفرق الضمان أو فرق يلي بيدفعوه وفي ناس في أدوية كمان ما عم بيقدروا يأمنوها. بياخد هالاتصال. ألو عم ينقطع الخط ما بعرف شو عم بيصير بالخطوط اليوم يمكن لأن في ضغط ما عم تتحول كلها ما بعرف بانتظار إذا في اتصالات. بدي أقول أكيد بعدني عم بحكي أنه اليوم في كتير ناس عم بتخفف يعني عم تخصم إذا بدي أقول ولكن في ناس كمان بدها تستمر من هيك اليوم قدي بنوضع استراتيجية محددة. في بلديات أعلنت عن صندوق للتبرعات لأنه اليوم إذا ما أفرج عن أموال البلديات البلديات مضطرة تعمل صناديق حتى تقدر تلبي المينيموم حتى تحمي ناسها ضمن نطاق البلدي. في بلديات أخذت إجراءات وبلشت تتلقى لتساعد ولكن في بلديات ما عندها إمكانات إطلاقا. من هيك بنطلب من الدولة ونوعدنا أنه تفرج عن الأموال البلديات حتى تمكن البلديات أكتر اللي هي عتماس أكتر مع الناس مع كل جهات المجتمع المدني وكل الناس اللي حابة رغبة اليوم أنها تساعد أنه يكونوا دايما حاضرين ويعطوا للناس على الوقت وما يضيع على حدا حق إطلاقا. هيدا كتير كتير مهم. ألو 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 تفضل. بونجور بونجور. انا بدي بالله اشارك بالبرنامج. ايه تفضل. انا انسان مقعد. نعم. لإلي 7 سنين ومعي بطاقه من الشؤون الاجتماعيه. نعم. وعندي ابن بيشتغل بالالمنيوم بمؤسسه وله من شهر 10 بيقبض نص معاش وهالشهر هيدا وقف عن العمل هي نايم بالبيت. نعم. ما بجي مساعده الا الله. فبتمنى عليكم ما في ولا جهه عم تطلب فينا عم نصل ما حدا عم بيرد. وين ساكن مسيو حضرتك؟ نعم وين ساكن؟ ساكن بأول الميومية نعتبر إداريا تابعين الميومية بصيدا. أوكي تركنا رقم على حاجة الجيش حي نادي الضباط على شارع حاجة الجيش. أوكي بدي اسمك. نعم. بدي رقم التليفون واسمك إذا بتسمح بتحب تعطيهم على الهواء وبتحب ناخذهم خير شو بتحب؟ اسمي فرج الله محمد حميد. أوكي شو رقمك يا أستاذ محمد؟ رقم التليفون 76 نعم فرج الله محمد حميد. اوكي فرج الله دايما دايما 76 نعم 60 نعم 71 نعم 63
أوكي إن شاء الله خير. وإذا في حدا إن شاء الله خير، وإذا في حدا بالمية ومية عم يسمعنا بلدية أو مجتمع مدني يعني يقربوا أكتر لعند الأستاذ محمد ويساعدوه بقدر الإمكان. بياخد اتصال تاني. ألو 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 بونجور. بونجور تفضلي. ماما مش حابة أذكر اسمي. نعم. بس بليز بدي أتشكى على شركة. نعم. عم بترغم وموصلينا تجي على الشغل، عم بتسكر بوابة عم بتبين كأنه هي مسكرة، بس يا ريت بتعطينا اسم الشركة تحت الهواء حتى نحن نتواصل مع وزارة العمل ومع القوى الأمنية بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. أكيد. أهلا وسهلا فيك. اليوم يعني أكيد نحن يعني إذا الشركات مقفلة، في شركات فيها موظف أو اثنين، في إنابة عم بتصير، ولكن اليوم إذا ما التزمنا بالتعبئة العامة وبالحذر التجول الذاتي بالفعل بنكون عم نأذي حالنا ونأذي غيرنا. صورة اليوم. كتار قالوا بالبداية ما عيدت بعيد القديسة رفا اللي هو ب 23 أدار، تركتها للآخر لأقول إنه مش بس هي صورة، هي صلاة من قديسة من لبنان، هي قديسة الألم، قديسة الشفاءات. حبيت اليوم أشكر أول شيء كل يلي عيدوني، وبدي أتوجه لبيربول أزي إن شاء الله يكون صار معي على الخط. انقطع الخط ما بعرف ليك، لأن كنت حابة مباشرة معه لأنه هو مرشد دير مار يوسف جربتا ضريح القديسة رفقة، حتى أقول للكل كل عيد وأنتم بخير، وما دام عنا قديسين ما عنا أوبئة، ما عنا خوف، عنا إيمان أبدا. يعني نحن لازم نتحلى بالإيمان، وطبعا الوقاية خير من قنطار علاج، واتركوا الموضوع لقديسينا. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.